ألف مبروك على رئاسة مجلس إدارة أخبار اليوم، ودي لحظة استنيناها كتير يعني، وباين من فرحة الناس في المؤسسة بوجودك. يعني عاوزك تقول حضرتك كلمة للي عاملين في أخبار اليوم. أولا الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا راجع بيتي بعد 510 أيام كنت برا. مفيش حد بيعمل حاجة لوحده. قدامنا مهام صعبة مش مستحيلة، احنا قادرين بإذن الله وبتوفيقه ان احنا نتخطى كل الصعاب، نعيد بناء دار أخبار اليوم. شرط انه بقى كلنا ايد واحدة، كلنا أسرة واحدة، كلنا قلبنا على مؤسستنا. ان شاء الله نطور إصدارات أخبار اليوم، نطور إدارات أخبار اليوم، نحول أخبار اليوم لمؤسسة صحفية عملاقة في العقد الثاني من القرن 21. أحلامنا كتير وطموحاتنا كتير والخطط موجودة. بنبتدي إن شاء الله بالحاجات العاجلة، أهمها تطوير إصدارات أخبار اليوم، لأن هي المنتج الرئيسي لدار أخبار اليوم، هي صحف وإصدارات دار أخبار اليوم. والكفاءات اللي موجودة في الدار قادرة على النهوض بيها، الكفاءات اللي موجودة في الإدارة قادرة على تحسين إدارة أخبار اليوم وزيادة مواردها والحد من المصروفات غير الضرورية. أملنا في ربنا كبير وبنعتمد على الله وعلى توفيقه وعلى جهود كل العاملين. الخطة اللي حضرتك هتحطها هتبقى يعني في مدى زمني قد ايه؟ ولا هقعد الأول مع الزملاء في الإدارة، مديري الإدارات مع المدير العام، نشوف الوضع بالضبط بالأرقام، وهقعد مع الزملاء في الإصدارات ونحدد على ضوء هذا الخطة الزمنية. إنما إن شاء الله كل شيء في أسرع وقت بإذن الله. أنا ما أقدرش أقول أيام محددة لحد ما أقعد أعرف الوضع على وجه الدقة، لأن أنا بقالي زي ما بقول لحضرتك حوالي سنة ونص دلوقتي برا أخبار اليوم متابعها. أنا زرت صحف كتير برا. إن شاء الله كل جديد وكل حديث دار أخبار اليوم هتلاقيه اللي بناها علي أمين ومصطفى أمين، رواد الصحافة المصرية اللي كان عينيهم دايما على المستقبل. احنا مش ممكن عينينا تبقى على الورا، احنا نبص لقدام، ايدينا في ايدين بعض، وان شاء الله هنعمل حاجات كتير ان شاء الله. برسيو بالتفاوز، ربنا يخليك. تحياتي لكل أسرة أخبار اليوم فرد فرد. مثلا مش تدواش الفلتيات.